أشهر فحيط المكان الذي سيشهد عقد قران سمو الأمير ولي العهد على الآنسة رجوة خالد السيف. نحن ننتظر وصول الآنسة رجوة بعقد الكرامي. نتابع. تفاصيل. والآن ننتقل مباشرة إلى شرفة قصر زهران لمتابعة مراسم كتب الكتاب. المهر وعلى المهر المسمى بيننا. المسمى بيننا. مبارك سيدي. مبارك سيدنا وعقبال سيدي هاشم وستي سلمى.